في الواقع احنا ابتدأنا في الأمس تناولنا التحديات الاقتصادية والسياسية اللي بتأثر على عمال النقل في العالم العربي. في هذا اليوم عندنا شغل كبير على تحليل للأوضاع الاقتصادية وأثرها بالتفصيل على قطاعات النقل المختلفة، الطيران والنقل السككي والبري والبحري. أيضا بعد ذلك نبدأ ببناء إمكانيات وقدرات المشاركين القيادية من خلال تسليحهم بالمهارات، كيفية القيام بحملات نقابية، كيفية القيام بالتضامن المحلي والإقليمي والدولي. وإن شاء الله بننتهي يوم الجمعة بأنه المشاركين بيكون عندهم القدرة أنهم يكونوا قياديين، لأنه عندنا نصف يوم كامل حول بناء القدرات القيادية للمشاركين. على المستوى العربي، ماذا أضافت الـ ITF إلى النضال النقابي العربي؟ على مستوى العالم العربي، خلال 12 عام من وجود الاي تي اف في العالم العربي لغاية الآن، هناك نقلة حقيقية في قطاع النقل. هناك نقابات ما كانتش موجودة تمثل العمال في قطاعات معينة، أصبحت هناك نقابات. هناك نقابات كانت ضعيفة، أصبحت هذه النقابات قوية. هناك اتفاقيات عمل جماعي ما كانتش، حتى اللغة، لغة الاتفاقيات موجودة الآن. هناك عشرات اتفاقيات العمل الجماعي لصالح العمال.